الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا فسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين اسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمه من كل ذنب والغنيمه من كل بر والسلامه من كل اثم لا تدع لي ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا حاجه هي لك رضا الا قضيتها يا ارحم الراحمين اللهم كاشف الغم مفرج الهم مجيب دعوه المضطرين اذا دعوك رحمن الدنيا والاخره ورحيمهما فارحمني في حاجتي هذه بقضائها ونجاحها رحمه تغنيني بها عن رحمه من سواك اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي، اللهم فشفعه في. اللهم يا قاضي الحاجات، ويا دافع البليات، اقض حوائجنا كلها يا أرحم الراحمين. اللهم أجرنا وخلصنا ونجنا من الوباء والبلاء ومن سيء الأمراض والأسقام. بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر من وجعي هذا. اللهم رب الناس مذهب البأس اشف أنت الشافي لا شافي إلا أنت. شفاء لا يغادر سقما. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ارقيك الله يشفيك من كل شيء يؤذيك. بسم الله ارقيك الله يشفيك من كل داء فيك. اللهم عافنا في ابداننا اللهم عافنا في اسماعنا اللهم عافنا في أبصارنا، اللهم عافنا في كل أعضائنا وجوارحنا ولطائفنا وحواسنا الظاهرة والباطنة، لا إله إلا أنت.